ازيك يا باشمهندس شادي؟ تمام الحمد لله. ايه اخبارك؟ زي الفل. تعرف ما هنتكلم في ايه النهارده؟ العربيات المفروض يعني. العربيات. طب ايه اللي بيجي في بالك لما تسمع بس كلمه عربيات؟ لا بتيجي في بالي اسمع كلمه عربيات يعني في حاجتين، لو هشتغل انا على بروجكتس حاجه خاصه بيها فطبعا السوبرا ام كي 4 ده حاجه، السوبرا ده عايز لها شهر الواحد يقعد يتكلم عليها. من اول الموتور بتاعها 2 جي زي، الحاجه الاسطوره جدا، الان لاين 6 بالسيكوينشن تيربو، يعني مفيش انتي لاج. بس ده لو انا اجيب، لو ربنا كرمني كده ان شاء الله واشتريت العربيه دي، اول حاجه عملها اشيل الاثنين تيربو دول تمام، واقوم جاي مركب لها تيربو كبير، لان اتنين تيربو ده واحد بيشتغل على 1080 وتاني مش على 4000، الكلام ده ما يلزمنيش. اشيل الاثنين دول واركب تيربو كبير بانتر كولر محترم كده، واعمل ايه بقى؟ هتخش على برمجه الكمبيوتر بتاعها، ااجل البوجي عشان مشكله السوبرا، يعني مش مشكله بس عيب في صوتها ان هي ما فيهاش باك فاير، متعملش اللي هو صوت الفراعه اللي في الاخر ده، لان ما شاء الله المهندسين بتوع تويوتا لما جم عملوها يعني تميزوا فيها قوي، خصوصا 2002 ده 2002 ما فيهاش باك فاير. فهم جاي مأخر ضربه البوجي وشايل علبه البيئه، تسمع احلى صوت بقى ممكن تسمعه في الدنيا كلها. ويا ريت بقى تعرف الناس، لان مش الناس كلها عارفه المعلومات العامه دي، يعني تعرفهم مثلا التربو بيبقى شغال ازاي مثلا. التربو ما هو اللي عباره عن فكره جت ان احنا بدل ما انت عارف 30% من طبعا من الباور بتاعه الانجن بتطلع في الاكزوست ورا، فوالله المهندسين قعدوا فكروا قالك طب ما نستغل الايه الغازات اللي طالعه من العادن دي تمام. فالتربو عباره عن هو ايه، مروحتين تمام، واحده بتاخد الاكزوست بتدور شفره تانية تمام، فعندك الهواء اللي طالع من الاكزوست بيدور شفره بسرعه، الشفره التانية دي بتسحب الهواء وتضغطه تاني فين في المحرك. بس احنا لو عملنا كده، لان الهواء اللي يبقى داخل سخن جدا، فحاجه زي كده ما تنفعش، تبوظ الاجزاء بتاعه الميكانيكيه بتاعه المحرك. فبعدها حاجه اسمها انتر كولر، اللي هو زي يعني تبسيط مخل جدا، ريداتير زي بتاع العربيه. فبس هو التربو مميزاته كتير جدا، بس هو في واحد بس اللي هو التربو لاج، اللي هو انت ما ينفعش مع دوست البنزين ما بيبقاش حاضر، فاهمني؟ لان انت بتستنى عما البنزين يتحرق بعدين يطلع ويدور شفرات ويرجع تاني، يبقى عندك لاج على السرعات البطيئه. بس ده التربو باختصار. طب النوع العربيه اللي انت قلت عليها دي موجوده في مصر دلوقتي؟ السوبرا الام كي 4 في منها، بس هي اصلا في العالم كله قليله، يعني انت لو هتبص على اسعار السوبرا ام كي حتى الان دلوقتي ممكن تلاقي العربيه معديه ال 200000 دولار، عربيه دي موديل 2002، فهي عربيه نادره والناس بيحبوها جدا، لانها يعني حتى لما جم عملوا الام كي 5 موديل 2018 ما الناس ما حبتهاش، لان بي ام هي اللي عامله الموتور بتاعها، وميزه السوبرا ان هي تويوتا اللي عاملاها محرك الان لاين 6 الجميل بتاعها. اما قصه ان بي ام تعملها فده في موجوده منها في مصر، موجود منها 2 3 بتهيألي في مصر، يعني مش كتير يعني. طب نتكلم بقى في الحاجه المهمه، العربيه دي زي ما انت بتقول كده موجوده عددها قليل دلوقتي. مظبوط. طب دلوقتي انت لو جبتها في مصر وانت زي ما انت شايف كده الطرق زي الفل، مش هتقعد يومين؟ خلاص الاجابه ساعتها. مش هتقعد يومين، مش بسبب طرق، بسبب حاجات كتير. يعني اولا عندك مش هتعرف ترخصها صعب جدا 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 جدا، وتدفع لك مبلغ فلكي في المرور. ثانيا الطرق هنا في مصر يعني ما ينفعش مش على عربيه زي كده، فهتيجي هنا هتتدغدغ. وفي المطلق يعني سوق العربيات هنا في مصر تعبان شويه بسبب الحوار ده. طب انت ايه رايك مثلا في شاب جديد طلع رخصه وكده وعايز يجيب عربيه، يجيب ايه؟ يجيب عربيه ما ده بقى متوسط، يعني انسان متوسط. ما هو لا بقى ما عادش فيه الكلام ده، يعني دلوقتي انت بتعايز تشتري عربيه نظيفه فانت عندك فوق 400000 جنيه الف في كده، فاتح الكلام 400000 جنيه. عايز تجيب عربيه تمام، ممكن تبدا بحاجه مثلا زي الفيرنا، جميله الفيرنا، الافيو شغاله، خصوصا انت لسه الفيرنا اللي بنروح نعمل عليها امتحان سواقه. هي دي بتعمل امتحان السواقه، جميله والله على فكره، يعني كبدايه هي جميله كبدايه، لان انت بتقول لسه بيتعلم سواقه فلسه هيخبطها هنا ويخبطها هنا ويخبطها هنا. وانا يعني مقتنع بحاجه، انت طول عمرك بتفضل خايف من الطريق لغايه ما تعمل اول حادثه،
تفضل هايب الطريق لغايه ما تعمل اول حادث. طبعا عفانا الله الجميع، مش شرط حادثه انا العربيه تقلب بيك، يعني خبطتها حكيتها هنا هنا، بعد كده يبدا قلبك يجمد. فانت اول عربيه تجيبها دي انت بتجرب فيها سواقتك، حرام تستثمر في حاجه غاليه قوي، خصوصا ان السوق اليومين دول في مصر بيستعبط، لما التوسان بتعدي 1,200,000 فحرام الصراحه يعني. ماشي، ندخل في جدال ازلي، جدال موجود من زمان. ايه رايك في سواقه الست؟ هو بص يعني هم تمام، يعني هي في نقطه هنا الناس بتغفل عنها، بس هي سواقه الست منضبطه قوي بالقواعد المروريه. تمام، فانت عم تنضبط بقواعد مروريه في بلد ما فيش حد مش فاهم قواعد مروريه، فانت ماشي غلط. تمام، يعني قالك لما تكون في روما اعمل زي ما روما بيعملوا، ما امشيش انا في زحمه وقرفان من نفسي وانت حضرتك سايبالي مسافه امان 3 متر، ما يعني ده مش اكل عيش، ده هتموتينا وراك لا لا الا الله. بعدين في دراع كده بسيط، وبايد نور ويطفي نور، سبحان الله، بتطلعه تدي اشاره وتنزله تدي اشاره، ده تقريبا مقطوع مش موجود. تمام، الا من رحم ربي. فيعني سواقه الستات يلا ده مش فيهم، المشكله ان هم بيبقى اول ما بتبدا تسوق هي ناس بصاله ان هي بتسوق وحش. تمام، فهي بطبيعه تتوتر، فالتوتر بيخلي الانسان عادي يسوق وحش. فده حاجه اسمها الايه، النبوءه المحققه لذاتها، ان انت بتدي حاجه فالشخص ده بيتوقع انه يعملها فيعملها فعلا. دي نقطه. النقطه الثانيه ان معظم الستات بتبدا سواقه متاخر، على 18 سنه 20 سنه تبدا تتعلم سواقه، فعدد ساعات السواقه اللي هي تبدا تتعلمها قليل بالمقارنه مثلا بشاب متوسط بيبدا يتعلم سواقه 12 سنه مثلا، فهي لسه بتقول يا هادي هو بقاله 6 سنين بيسوق، فبرضه المقارنه نوعا ما شبه ظالمه يعني. بس انا ماليش دعوه، ما تعلميش. يعني هل انت مع الاسطوره بتاعت ان اي ست بتركب عربيه هتعمل مشاكل وبتعمل حوادث اكتر من الراجل العادي، ولا ضدها؟ انا معاها طبعا. انت مع بس مش اي ست يعني، المعظم كده كده فاتحين الكومنتات. معدل السواك، معدل الحوادث كتير طبعا في الستات. تمام، المشكله بتتخانق معاه وبتخش في جدال يعني ملوش اي لازمه خالص. هما مش كلهم بس يعني الاغلبيه حاجه صعبه. طب احنا لما كنا عاملين بريك من شويه انت قلت قصه كده، مش لازم بقى خلاص يعني، مش لازم، ان حواراتهم كتير يعني. يعني امبارح واحده جايه من الشمال خالص، يعني انت واخده اليوتيرن تمام، يا اما تاخد سرعه الطريق معروف، يا اما تاخد سرعه الطريق، يا اما ما تاخدوش، معلش انت مش داخلنا هزار، داخله يوتيرن وراح اليمين خالص بلا سبب وكملت في اليمين، يعني انا جسر عليا تقريبا الاصطدام كان عاجبها بقى عم اخد منه حته وكملت على اليمين، فانا بهدي اشوف مين لقيت عادي، وفجاه تركن بقى في كاوتش ضرب، في مصيبه عليها وعلى سنينها تاخدها بدري، لقيت دي مكمله عادي خالص، ولا كني في حاجه حاصله، وحاطه التليفون في الطرحه وبتحكي مع سلفتها بقى حوارات ما بتخلصش دي. فانا الله يكون في عوننا والله. فيا جماعه اللي ما بتعرفش تسوق يا ريت ما تسوقش والله. مش طب بص، انا مش مع ولا ضد سواقه المراه، لان انا عندي مبدا ان كل شخص منفرد بحاله. ايوه، بس بغض النظر ان معظم الحالات كده، فانت العموم بقى كده. انا معاك، ما انا بقول لك السبب في حاجات ان هو المجتمع حاططها ان هي ما بتعرفش تسوق، فمش هتعرف تسوق. تمام، تاني حاجه حاجه في طبعهم تقريبا، ما تفهمش هم صح والدنيا كلها غلط، فانا ليه اديك اشاره يعني، ما انت عارف ان انا ده، ما انت لو مهتم هتعرف. طب بما انك اتكلمنا بقى عن الست ومشاكل والبتاع، ايه رايك بقى في ايه، زي ما قلنا ان الستات في مشاكل، ايه رايك اللي بيجي عكسك ماشي بقى باي نوع عربيه؟ ده حيوان، ما فيهاش كلام، دي ده حيوان وبجح يعني، انت ماشي مخالف، يعني مش مخالف مؤدب، مش جاي مخالف في طريق ضلمه ما فيهوش نور وقايد نور عالي، طب انا هشوفك منين يا باشا؟ انا والله ما هعديك، انا مش عايز اخبطك، بس ما تديليش نور فوش، ما تبقاش حيوان يعني، خليك غبي ومش حيوان، انما اتنين مع بعض الموضوع صعب. احنا اهم حاجه عندنا زي ما قلنا مفيش عنصريه ومفيش شتايم ولا اي حاجه، زي ما مفيش مندش يعني بيقول كده. ايوه، الموضوع مش موضوع راجل وست والله، الموضوع كله واحد بيفهم ايا كان بقى راجل او ست يعني. في ناس، في رجاله بتفهم سواء الميكروباص ابسط حاجه يعني، مره واحده نزل بني ادم، طب زمر ادي انتظار اعمل اي حاجه، لا انا هنزله هنا في نص الشارع. سواء في مصر المعاناه يعني. طب بما اننا بنتكلم على عربيات وكده،
انت واخد الناحية بتاعت العربيات، يعني انت مش محب لحوار ان حد مثلا بدل ما يجيب عربية في الاول يجيب له مثلا موتوسيكل؟ لا 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 خالص، ملهاش علاقة. انا ولا انا بخاف من الموتوسيكلات، يعني حاجة شخصية بخاف منها، لان انا مش مدة امن امشي على ايه ده كاوتشين، فاهم؟ فلا، بس كل واحد بدماغه، في ناس بتحب الحوار ده بتحس انه اسرع، هو بينجز فعلا، بس انا مش مايل للحوار ده. لا طب ايه رايك في المبدا بتاع السواق اللي اول مع اي حد يسوق يتقال له احترس اخطاء الاخرين؟ ده حقيقه، ده لازم، ده لازم توقع اخطاء الاخرين طبعا، ان انت ماشي في وسط ناس، فانت توقع اغبى ما فيهم عشان تريح نفسك، انت توقع الأسوأ زي ما بيقولوا يعني، بس لازم. خش بقى في حتة صديق البيئة مش صديق البيئة، ايه رأيك في عربيات الكهرباء، عربيات البنزين العادي، عربيات المحبة للبيئة، عربيات غير محبة للبيئة مشمل يعني؟ هو في عربيات الكهرباء موضوع حلو تمام، بس لسه بدري يعني. انت هنا في مصر في محطات كهرباء محدودة على الصوابع تمام، بعدين انا واحد مسافر اركن عربية تفولها بالربع ساعة، قصدي بالساعة والساعة ونص، فمش عملية. انا عايز حاجة اول ما ادخل احط بنزين بكتير خلاص 10 دقايق وامشي تمام. هي يعني هي كبداية فيها حلوة، بس لسه بدري فيها شوية. حوار بقى موفرة صديقة للبيئة، فهي اكتر بتساعدك انت في حوار البنزين، يعني انت برضو في ظل ارتفاع اسعار البنزين، فانت عايز حاجة برضو تبقى استهلاكها في البنزين قليل، فاهمني؟ فهي على قد ما هي صديقة للبيئة على قد ما هي بتوفر لك برضو فلوس، انت بتحسبها من كذا من كذا ناحية. حوار عربيات بالكهرباء لا، انما حوار عربيات الهايبريد فتمام، الهايبريد حلو لو انت خصوصا الهايبريد. عارف الناس الهايبريد ده بتبقى عباره عن عربيه فيها موتور بنزين وموتور كهرباء تمام. موتور الكهرباء ده بيشحن مع دوسه الفرامل بتاعه البنزين، ما فيهاش فرامل الاول، قد ما هو انت بتدخل الطاقه الحراريه دي على دينامو بيشحن البطاريات، فدي حلوه لو واحد مشهور جوه المدينه، يعني على طول بيقف على طول ماشي بالراحه الحاجات دي. اما في السفر ما تفرقش جامد، يعني على المسافات الطويله الفرق بين البنزين والهايبريد فرقها مش كبير، اما لو جوه مدينه او كده لا بتفرق طبعا، تفرق فرق جامد. طب بما اننا اتكلمنا قبل كده من شويه عن خبطات والعربيات، انت كشخص عملي بلاش نقول كصح وغلط، لو انت عربيه خبطت توديها الميكانيكي ولا تروح توديها الضمان؟ تعتمد على حاجات كتير يعني، برضو في عربيات ما ينفع حرام اوديها للميكانيكي، طالما هي جوه الضمان والضمان التوكيل قصدي شايلها، فليه لا اوديها التوكيل تتعمل فيه. اوكي اصرف شويه، بس برضو لما تيجي تعمل لها ريسيل مش هتخسر من قيمتها كتير. اما لو عربيه على الله يعني لا اصلحها بره. برضو بتختلف من يعني من شخص للتاني، من طبيعه استخدام للتاني. انا كشادي لا ما بوديش توكيل، بصلح بره. تمام ماشي يا باشمهندس شادي. نتكلم دلوقتي في موضوع مهم، لما تيجي تختار عربيه تختارها بناء على ايه مثلا؟ اول حاجه بتبدا انت باحتياجاتك، انا العربيه دي هعمل بها ايه تمام، انا هشتغل مثلا بيها كمشاوير شخصيه، يعني انا حاجت انا الشخصيه، ولا مشاوير مثلا اشغلها اوبر او كريم او ايا كان، هل ده تبقى عربيه اندور اللي هو مثلا انا اخري قصدي في المدينه او كده اخري في المدينه، ولا انا واحد مثلا بحب البر والسفر والحاجات دي، فده بتختلف. وبرضو هنا في مصر بقى بتختلف اكتر عشان تظبطها على المرور، لان في مشاكل كتيرة بين مصلحة المرور ومصلحة الجمارك. وبرضو بتختلف انت واحد عايز ايه، يعني في ناس مثلا بتحب الارقام الغريبة في المواتير، فده اوكي روح يجيب بي ام تمام. البي ام جميلة خصوصا تبدأ بي ام حلوة، بس مشكلتها ان عطلها كتير والعطل بتاعها بجون، ما بتهزرش، انت بتعطل بتقف، بس بتديك كقيمه مقابل سعر بالنسبه للموتور والعفشه محترمين جدا. بالنسبه للفرامل لا، هي مشكلتها ان هي تديك موتور وعفشه سبورت جدا، فرامل ما توقفكش. المشكله ديت ممكن تلاقي حلها لو انت الرينج بتاعك عالي، ممكن تشتري مرسيدس بتديك ارقام اقل في المواتير، بس لا بتاخد فرامل توقفك، بتاخد عربيه مستقره جدا. فانا يعني التشبيه بالظبط زي ما بتروح تشتري تليفون شاومي بتدي امكانيات عاليه جدا، بس التليفون مش مستقر، ممكن تجيب التليفون بكره يبوظ. غير لما تشتري تليفون سامسونج بتاخد امكانيات اقل بسعر اغلى، بس تاخد حاجه مستقره اكتر تمام. ده حاجه. في ناس تانية بتحب الاعتماديه، فده اشتري تويوتا، يعني اشتري تويوتا عايز اعتماديه اشتري تويوتا مش اشتري حاجه تانية، لانها
اي نعم قطع غيرها دلوقتي بقت غاليه في ظل ارتفاع الاسعار الغريب ده، بس ما بتعطلش يعني، نادر عم تلاقيها بتعطل، واعطالها بسيطه وموترها بسيطه جدا. ماشي ماشي. انت بتحب الفورمولا 1 صح؟ اه جدا طبعا، سباقات الفورمولا 1 حاجه جميله. كان اتكلمنا هي ميزه سباقات الفورمولا 1 ان هي ما بتعتمدش على زي الرالي مثلا او كده بتعتمد على السائق بس، لا الفورمولا 1 حتى من اسمها فورمولا، لان الشركه اللي حددت السباقات حددت معايير صعبه جدا في صناعه العربيات، فانت بتوصل لاعلى ليفل من حيث الطاقم اللي معاك اللي هو بيصنع العربيه، المهندسين للمهندسين اللي شايفين السباق للسائق ذات نفسه. اصلا تبص الارقام الفورمولا 1 كارقام مش مبهره، مش قصدي تسارع او سرعه او كده، لا ارقام مواتير. مثلا عندك الفورمولا 1 دلوقتي 1600 سي سي تيربو، معلش الام جي 6 2000 سي سي تيربو، بس شوف ال 1600 سي سي تيربو ده بيوصلوا الرينج ايه. ما ده العبقريه فيها، ان انت ب 1600 سي سي تيربو بتقدر تتحرك من 0 ل 100 في ثانيتين ونص، ومن 100 ل 0 في ثانيتين ونص زيهم، فانت تتكلم على ارقام غريبه. طبعا الفورمولا 1 هي اي حاجه في العربيات دلوقتي مدينه بالفضل ليها، من اول الايروديناميك مع شركه لوتس، للديسك بريكر مع شركه جاكوار اول ما عملتها، لايه تاني، لحاجات كتير، للشفتات اللي في الدريكسيون اول ناس عملتها كانت مرسيدس، الشفتات اللي هي بتدي الغيارات وكده، لنظام الحركه اللي هو السي في تي اول ما بدا في الفورمولا 1 وفضل استمر فيها بتاع 3 سنين بس لغوه بعد كده، الدواعي التنافسيه مش فاهم الفكره يعني، فتنقل من السي في تي راح للعربيات، يعني في عربيات كتير دلوقتي سي في تي من ضمنهم الكورولا يعني. لا يعني عربيه جميله، تبص طولها معدي 3 متر وشويه، في نفس الوقت وزنها هي بالسائق 600 كيلو او 800 كيلو سوري. ده طبعا نتيجه ان هم استخدموا فيها كربون فايبر، اول ما بدا الكربون فايبر كانت الفورمولا 1، بعد كده اتنقلت للبي ام، دلوقتي البي ام عامله مصنع بالطاقه المائيه بتهيالي بينتج الواح كربون فايبر. فاي حاجه في العربيات دلوقتي من تكنولوجيا مدينه بالاول والاخر الفورمولا 1 طبعا، بلس ان انت متعه يعني غير طبيعيه في السباق، لان انت ما بتعرفش تعدي، في عايز سواق محترف جدا، فانا بحب الفورمولا 1 جدا 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 يعني. انت ايه رايك في حوار العربيات اللي بتيجي متقطعه وتتجمع والعربيات اللي بتنزل زي ما هي، ايه الاحسن لو واحد هيجيب مثلا؟ لا ابعد عن المتقطع عشان مش هترخص يعني، سواك من مش هترخص، مش عارف ترخص. ماشي، بعيدا عن الحوار القانوني مثلا، في ناس احنا عارفينهم كتير في الدوله هنا موجودين بعربيات متقطعه، هل العربيه دي ليها مشاكل بسبب ان هي اتقطعت، ولا عادي تشتغل عادي زيها زي العربيات العاديه؟ لا بتشتغل عادي يعني، حتى بقول لك حاجه، ليه بنروح بعيد؟ ليه العربيات الدوبليكه بينا كلها جايه متقطعه، تيجي متقطعه وتروح تجيب الشاسيه من منصور شيفروليه وبتركب عليه الحاجه بتاعتك، فهي لا انت لو عند صنايع محترم فلا ما بتظهرش فيها مشاكل، لا بالعكس تبقى احيانا في بعض الاحيان ارخص وافضل بكتير يعني، بكتير بكتير كمان. طب شفت حوار الناس اللي بتعدل في الماكينه بتاعت العربيات بتاعتهم؟ اه ده عايز واحد دماغه رايقه، انا احترم الناس دي جدا يعني. لا تقول لنا التعديل ده بيبقى عامل ازاي؟ بص يا سيدي، التعديل ده كذا حاجه تمام يعني، هو 3 ستيج، ستيج 1 ستيج 2 ستيج 3. الموضوع ملوش كتالوج قوي يعني، انت ما تقدرش تمسك تقول اه انا معدل مثلا جايب الكيت تربو ده فده انا ستيج 1، لا يعني ممكن تلاقي عند شركه تعدين الستيج 1 عندها احسن من شركه تانية ستيج 2 تمام. بس باختصار شديد الستيج 1 ده انت بتعدل حاجات مش معتمده على حاجات، بمعنى شلت عندي تربو فشلت التربو ركبت تربو تاني، انت كده مش معتمد على حاجه. اما لو ما عندكش تربو وشلت التنفس الطبيعي حطيت مكانه تربو، فانت بتحتاج تربو انتر كولر، فانت كده دخلت في ستيج 2 تمام. لا انا عايز بقى ما اخليش فيها انتي لاج، فانا بعمل ايه؟ باخر الفالفات، فانت بتدخل كده دخلت على ستيج 3 لانك بدات تلعب في الايه، في الكمبيوتر بتاعك تمام. وبالنسبه لي ستيج 1 ما مش مؤثر، او لان انت لو ركبت تربو لوحده بتعلي الباور بتاع العربيه من 7-8% لو عندش اي تعديل، يعني تعديل خايب جدا. عايز تبدا تخش بتبدا بقى تتعدل في حاجات زي الكام شافت، الكرانك شافت، تخش تعدل في الفالفات، تعدل في السير التايمر تايمينج، يفتح الفالف قد ايه، يقفل قد ايه، في تعديلات طبعا، بس ده اللي بيبقى يعني اولا عنده وقت وفلوس، بيعدل في حاجه اسمها تعديل سي ان سي،
هو مش تعديل سينيسي، هو تعديل باستخدام السينيسي، ان هو بوسع حجر البلوك ذات نفسه. تمام. طبعا اشهر عربية في حوار التعديل ده طبعا السوبرا، بسبب ان البلوك بتاعها معمول كتلة كده من الحديد الزهر. فانت اي نعم ماشي، هي بتطلع من المصنع ستوك بتطلع 280 حصان. الديشن الياباني طلع 280 حصان، بس انت ممكن بتعديلات بسيطة جدا توصلت 300 و400 كمان. انت معاك فلوس بتصرف، لا انت ممكن توصلها الالف. يعني كان الله ما ذكرني فيه، كان في واحد وصل السوبرا بتاعته لالف ومتين حصان. ده العدة ما غيرش لا غير كام شافت ولا كرانك شافت ولا بلوك، لان الكرانك شافت بتاعها مش زي معظم الكرانك شافت اللي بتتعمل. الكرانك شافت بتتعمل كلها بتسخ على مكنات سي ان سي وبتبدا تقطع منها اجزاء والحاجات دي. ده لا، ده اللي جابوا حته حديد صلب جميله كده وسخنوه لدرجات حراره عاليه واتضغطت على الشكل، فبقى بالظبط حديد مضغوط، فانت بتشيل لغايه ما انت عايز. فدي مست السوبرا. يعني نرجع تاني للسوبرا، انا بحبها جدا. مست السوبرا مش في شكلها ولا في الايروداينامكس بتاعتها ولا في الحاجات. مست السوبرا بان لو واحد فاهم فعلا هيقدر قلبها. المحرك بتاعها البلوكس ده مهندسين شركه تويوتا تألقوا فيه، حتى لا مفيش اي منافس للتو جي زي بتاع سوبرا. حاجات كتير، ان هو ايه لاين 6، فاولا لغوا حوار البرايمري فورس. طبعا انت عارف البرايمري فورس والسكندري فورس اتولد في الموتور ده ملغيه تماما، فتلاقي الموتور سموز بشكل مش طبيعي. الدخول في السيكونشن تيربو مفيش انتي لاج. في ناس طبعا بتشيل الحوار ده وانا معاهم، ان هم يشيلوا السيكونشن تيربو ده ويركبوا تيربو واحد، بس ده بتعمل لاج في الموتور، فده حاجه ثانيه. دخولا في نظام التبريد بتاعها عبقري، نظام نقل الحركه بتاعها 8 سرعات، حاجه ماستر بيس كده. تويوتا سوبرا ام كي 4. طب احنا دلوقتي في شباب كتير من الشباب الجديد، غير كده في ناس كبار برضه بتحب الباك فاير، يعني ما تحبش العربيه وهي ماشيه. الباك فاير ده الفل على العربيه ولا مضر اساسا؟ لا مضر طبعا، ده بيطلع عينها. يعني اولا انت في طريقتين للباك فاير، تمام. في طريقه اللي هي التمام، الباك فاير ده شباب النار اللي بتطلع من العربيه، اما تدوس بنزين تلاقي العربيه عماله تطلع نار من الشكمان بتاعها كده. في كذا طريقه، بس اشهرهم يعني ان انت في طريقه بتستخدم في عربيات اللي هو بتوع التعدين، بيشيلوا اول حاجه علبه البيئه بتشيلها، لان انت بتبوظها. يعني انت الباك فاير بيبوظها خالص، فانت بتشيل علبه البيئه وبتبدا تعمل تاخير في التايم بتاع الفالف وهو بيفتح. فبالظبط بيفتح هو، لا قصدي بتاخر في البوجيه، فالفالف بيفتح بيطلع مع الاكزوست بنزين، بخار بنزين وهواء ما تحرقوش. يعني بيحصل بيطلع بنزين وهواء، بينزل بيطلع بنزين وهواء، وبعدين اول ما الفالف بيفتح السبارك بتشتغل. فبالظبط كانك بتطلع جزء من النار، جزء من الانفجار اللي حصل في غرفه الاشتعال في الشكمان ورا. فدي طريقه، ودي طريقه جميله بتستخدم عشان تشيل التيربو لاج اصلا. لو انت عندك تيربو واحد كبير فانت عايز تشيل التيربو لاج، فده احد الطرق بتاعتها. في طريقه تانية طبعا طريقه خايبه قوي، يعني شفتها، يعني كان في ناس بيعدلوها، بيجي قبل خروج الشكمان كده بيركب موبينه تانية عند الشكمان، وبيعمل بزرار عنده كده بيفصل الموبينه اللي عند الموبينه دي اللي ما يعرفهاش اللي بتطلع البنزين، بخاخات البنزين. بيركب موبينه وبوجيه عند خروج الايه، عند خروج الشكمان، بيجي يتك على زرار، بدل ما بيودي البنزين لحجرة الاشتعال لا بيطلعها ورا على الشكمان، فبتعمل الفرقعة دي. ده طبعا شغل عيال صغير. طيب كده كمية، يعني ما شاء الله كمية معلومات باشمهندس شادي، يعني معلومات كتير قوي. فعندك اي حاجة تانية عايز تتكلم فيها، او لو عندك معلومة او موضوع نصيحة تقوله للناس، مثلا اختار عربية او هو راكب عربية او ايا يكن في العربية؟ هو انت اختار عربية تريحك، مش اللي هتريح الناس. يعني اختار حاجة تريحك انت، شوف اولوياتك فين واعملها. ده اول حاجة. تاني حاجة، لو بتجري يعني يا ريت ما تجريش. المشوار اللي تمشيه في 120 كيلو ممكن تمشي على 100 كيلو يوصلك نفس المشوار، ما مش هتأخر كتير. يعني لو حابب تجري بقى، في كان مثل بتوع العربيات انها اللي يقولك اجري لغاية ما عينك تشوف وفراملك توقف. يعني في اول وفي الاخر يعني ربنا يحفظ عنا الحوادث. يعني احنا الكل متشكرين جدا يا باشمهندس شادي على الوقت والمجهود اللي انت بذلته والمعلومات اللي انت اديتها لنا دي. يعني وانت لو عايز تقول حاجه تانية
اتفضل لو خلاص كده. لا خلاص كده، متشكرين جدا على الوقت الجميل ده. شكرا جمال للناس اللي قعدت تسمع لغاية الوقت ده، يعني ان شاء الله نبقى عاملين حلقة جديدة وتبقى جامدة كده زي الحلقة دي.